انظروا مثلا من حججهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بدليل من المشركين حينما عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، استعان بذلك المشرك ليدلهما على الطريق. هذه صورة. الصورة الثانية التي يستدل البعض بها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن أمية أدرعا كانت له، ولما استعار منه أو أراد أن يستعير منه ظن، وهذا من موقف ضعفه هو تجاه موقف النبي، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذها رغم أهله، ولذلك قال له: غصبا يا محمد أم عارية مؤداة؟ قال: لا، بل عارية مؤداة. فانظر الفرق بين مثل هاتين الحديثتين وغيرهما مما يستدلون بذلك، الفرق كبير وكبير جدا. كل الحوادث، وقد استحضرت لكم بعضها، تدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعان كان في موقف القوة والقدرة والتغلب على من استعان بهم، لو أرادوا بهم عليه السلام مكره كان هو الأقوى. فهو كان مع صاحبه أبي بكر، لو أراد مثلا ذلك الدليل المرشد على الطريق بين مكة والمدينة، لو أراد بهما غدرا لا استطاع أن يتغلب عليه. صفوان ابن أمية أيضا شعر بضعفه، ولذلك قال له: تغصبها مني غصب أم هي عالم الداف؟ قال له عليه السلام كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، بل عارية مؤدة. كذلك لما حالف مثلا في بعض الحوادث طائفة من اليهود، حالفهم وهو القوي، بدليل أنهم لما أرادوا الغدر به قاتلهم وانتصر عليهم كما هو معروف في السيرة النبوية. فأين هذه الجزئيات من هذه المصيبة الكبرى التي ألمت بنا في هذا العصر، حيث أن الدول الإسلامية كلها بما فيها العراق نفسها التي يخشاها الدول الإسلامية كلها، لو اجتمعت قاطبة لم تستطيع إلا أن يعودوا إلى الإسلام، لم تستطيع أن يخرجوا الأمريكان والبريطان من البلاد الإسلامية. كيف يقاس هذا الواقع الأليم بتلك الجزئيات مع منافاة هذا الواقع من قاعدة ينبغي أن لا ننساها: إنا لا نستعين بمشرك. هذه القاعدة، فإذا اختلفت حادث عن القاعدة يجب ضربها بهذه القاعدة، ولا يجوز العكس وضرب إيش القاعدة بهذا الواقع، لنحاول أن نسلكها وأن نسولها بجزئيات ليست منافية لأصل الاستعانة المنفية بالقاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان تحقيقا لمصلحة، وأرجو الانتباه لما أقول، لمصلحة لا مفسدة فيها مطلقا. أما واقعنا اليوم فأولا المصلحة غير متحققة، وثانيا المفسدة متجسمة متحققة. وأكبر دليل ما بدأت النذر تنذر بشر مستطير من جهة انتشار الفساد وانكشاف النساء بالعورات في كثير من البلاد السعودية التي احتلها الأمريكان. وليس يهمني أن نحتج ببعض الروايات والجزئيات، لأني حقيقة لا أثق بهذه الروايات سواء كانت لنا أو علينا، وإنما علينا أن نتثبت من حيث روايات الجزئيات. لكننا نعلم المشاهدة، اليهود مثلا حينما احتلوا فلسطين أشاعوا فيها الفساد والخلاع والفسق والفجور إلى آخره.
والذين يذهبون إلى البلاد الأوروبيين والأمريكيين أيضا يرون هناك الفسق والفجور علنا، فما الذي يمنع هؤلاء الكفار من أن ينشروا فسادهم في بلاد الإسلام وهم قد استدوا إلى بلاد الإسلام ولم يفرضوا أنفسهم على بلاد الإسلام كما كان الشأن في الحرب الصليبية الأولى؟ وأخيرا نقول من عاقبة هذا الاستنفار، هل هناك طريق لإخراج هؤلاء الكفار من بلاد الإسلام؟ إن قيل نعم، هناك اتفاق مثلا بين السعوديين وبين الأمريكيين والبريطانيين أن نحن أتينا بكم إلينا باختيارنا، فإذا ما أمرناكم بالخروج من ديارنا وجب عليكم أن تأتمروا بأمرنا. هل هذا كلام يعقله من يعرف قوة هؤلاء الكفار وغدرهم ونكثهم بعهودهم ومعاهدهم من جهة ومن جهة أخرى يعرف ضعف المسلمين وضعف الدول كلها؟ لذلك لا أجد فيما نسمع اليوم من حجج يريدون بها تبرير هذه المصيبة ما يجعلها جائزة إطلاقا، بل هذه مصيبة كما قلت في تضعيف كلامي لم يصب العالم الإسلامي بمثلها أبدا، وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينجينا منها بمعجزة من عنده، وإلا فالمسلمون أعجز من أن يصدوا اليهود من بلاد المسلمين، وهم الذين كانوا يقال عنهم شرذمة من اليهود الأذلة، فكيف نستطيع أن نرد الأمريكان والبريطان والفرنسيين وغيرهم ممن تكالبوا على المسلمين وبطلب من دولة مسلمة؟ كنا نرجو أن تكون في مقدمة الدول الإسلامية التي ترغب الاستعانة بالمشركين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.